هذا النهر هرازدان، ريفر اوف هرازدان، النهر اللي ينبع او يخرج من بحيرة سيفان ويتوجه جنوبا ويدخل العاصمة يربان ويصب في بحيرة يربان. شوفوا شلون متجمدة. وهسه اشوف لكم المنبع ماله منين يطلع. هذا منبع النهر خلف هذه الاعشاب اللي نشوفها، بحيرة سيبان هذيك بين بحيرة سيبان، وهذا المنبع. بحيرة سيبان في الشهر الثاني تقريبا تتجمد. العام المضي ما تجمدت، لكن العام اللي قبلها تجمدت، وكان عندنا السواح اصطحبناهم شافوها شلون في حالة تجمد كانت.